السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كيف العاده مع نهار جديد، فيديو جديد. نتمنى ان الاعجاب ديالكم مهم غادي يعجبكم، لان بديت هذا الفيديو كما كيبان لكم بديناه معكم من واحد المحل ديال الطلامط اللي بصراحه داك الشيء واعر، وكانت واحد المتتبعه طلباتها من ماما، قالت لها يمكن هي بغات غتولد وبغات هكا شي بلاصه فيها طليمطات زوينين. ومهم هذا الفيديو كان اليوم في هذا المحل اللي صراحه حنا راه قريب لينا، هذا المحل ما بعيدش علينا بزاف، لان جا في سباته. فين بالضبط؟ سباته الساقيه الحمراء حدا الجزيره. جميله خمسة. جميله خمسة حدا الجزيره. شنو سميت المحل هنا؟ المحل ديالك شنو هو؟ رشاده محل. ايوا شنو سميتي؟ قريب سميتي محل رشاده، ولكن راه رشاده نيس، راه فيه طليمطات تبارك الله ما شاء الله زوينين واعرين. وهذا بطلب ديال المتتبعه اللي قريبه تولد، وقالت لها بغيت نشوف الجديد. دابا حبيبه حنا جبنا لك الجديد، شي حاجه اللي واعره، شي حاجه اللي فنه، كاينه رخا وكاين شي حاجه اللي 300 درهم والفوق، شي حاجه واعره. وخليكم معنا في هذه الجوله اللي غادي نبداو ان شاء الله بصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وغدير معكم نور الجوله اللي بصراحه يعني ملي تنقولوا شي حاجه زوينه راه ماشي غير تنجيو تنقولوا، حنا تنشوفوا بعينينا شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي صبني وردي، وشي حاجه اللي لمطتي بها صالونك ساهل. خليكم معنا، المهم غزالات خليكم مع هذه الجوله اللي خفيفه ظريفه، تاخذوا غير فكره وصافي. والثمن ديك الساعه غادي تجي كاين ابتداء من 35 درهم، كاين مهم على حسب من 35 درهم، كاين 40 درهم وكاين حتى 300 درهم. قال لك ماشي مشكل، غادي نقص عليهم واحد شويه الا جاوا متتبعين من يوميه نوره، اللي قالت لي من يوميه نوره غادي اكيد غادي نقص لكم وصافي. وخليكم معنا. المهم البنات بديت لكم من هنايا، صراحه الطليمطات زوينين بزاف، انا حمقوني كاينين اللوينات مختلفين، وصراحه كمان ما عطيهمش حقهم لان الواقع حاجه اخرى. انا حمقوني، شوفوا لي هذا اللوين، هذا اللوين راه كتحمق عليه ماما انتم، وفيه 3 بياس ياك، يعني فيه هذه وفيه هذه وهذه، يعني كلشي انتم. شوفوا لي هذا الخضير، هذا راه خضر ملكي البنات انتم، وهذا الثمن ديالو. قال لك تيدي 300 درهم 6000 ريال، ولكن اللي جات غادي نقص ليها. المهم هو الثمن ديالو تيدي 6000 ريال 300 درهم، واكيد اكيد الا جيتو وقلتوا ليها هكا من طرف يوميه نوره اكيد غادي نقص عليكم انتم. الاهم هي شي حاجه واعره، ماشي واعره داك الشيء على ضمانتي البنات كنقول لكم، لان انا عجبتني الحاجه راه اكيد حتى نتوما غتعجبكم. المهم هذا رايي، شوفوا لي هادو كلهم 300 درهم، يعني كاين هذا ومع هذا وكاين قالك ومع هذا وكاين دوزيام، يعني بروميير تيبقى طبيعه الحال الثمن هو هذا، وعاد باش راه كاين اللي تيكون النسخه الثانيه تيكون ناقص في الثمن. ملي بغات الجوده وبغات شي حاجه اللي غتفرش بها صالون تحمق الوجه راه هو هذا انتما. المهم راه داكشي واعر بزاف، اللي ما عرفش هاد المحل غير يجي يشوف غادي يعجبو الحال، انا متاكده. سباته الساقيه الحمراء حدا الجزيره انتما، هذا راه ماشي اشهار البنات، ما حتى شي حاجه، مجرد فكره وصافي. هذا عجبني، هذا خضير كناري كيقولوا، وفيه لورانج، هذاك راه طوميطه طوميطه. اختي قالت لي ما شريت نزه، وحنا بغيناكم تشوفوا تنتوما معانا. شوف هذا وهذا لورانج وهذا بشهادي، شوف 3 بياس واعر. عرفتوا هذا مباشر بلا كاميرا، اقسم يمينا ولا شي حاجه كتحمق. وشوف لي هذا الموف، الموف داك الموف اللي فحال البترول، واعر بزاف بزاف. شوف اما الصفر هذاك انا غادي نخليني كيف نتبع، حيت انا ما باغيش ندير هذيك.
خوامي حتى هما ريفوات يعني في اللون ديال الطلام. المهم جبت لكم محل اللي غادي تجيو غتسقي عوينات وغتقولي ماما رشيدة عندها الحق هذا الشيء شي حاجه واعره. دائما مع الطبقه اللي حالنا اللي على قد الحال ودائما حتى مع الناس اللي تاهما اللي غادي يقدروا ياخذوا بهذا الثمن وغادي ياخذوا شي حاجه اللي خطيره وناقصه ناقصه على بلايص اخرين. كاين هذا سواء جبني هذا فهمتني صراحه كتحيري فهمتوما الوينات اللي فيه. شوف هاد الضحك هذا اللون ديال المعتدلة خطير. كاين الصفر الذهبي هذا وكاين هذا معتدلة. شوفي لي هذا اللي تحت منه كيفاش داير يعني واعر ملكي خطير. اختيار المتتبعين ديالنا خطيرين وواعرين. علاش ما نجيبوش نتوما شي حاجه اللي خطيره وواعره في حالها طبيعه الحال عندك الحق. يا ريت بغيتكم تكونوا معايا وتسقوا عويناتكم بهذا الشيء صراحه. المهم جاليه المغربيه تحيه كبيره ليكم في مكتو. بغيتكم تشوفوا هاد الحويجات ان شاء الله ملي تدخلوا اللي عندها شي دار بغات لها شي تفريشه ولا شي حاجه. جاب لكم ماماكم رشيدة الجديد عند رشيدي اللي عنده داك الشيء وغزال بزاف. والحمد لله احنا المغرب راه بصفة عام مشيتي تسا تلقاي الحويجات غير هي واحد تيمتاز على الاخر. بشي مثلا ناقص شي حاجة تعليمتي شي حاجة تيبقى واحد ميز على الاخر. شي غوز بيبي ماما شي زوين زوين بروكا كاين حتى المبرا نوريهم المبرا الأميرة الخياطة حتى هي صراحة دابا اللي دارج هو المجدور المجدور هو اللي دابا كاين في الموضة هو المجدور كان بكري دابا رجعوا ليه وانتم شوف هادي مبرا سقاو لي عويناتكم اختي سقاو لي عويناتكم اللي جالسه غير في الدار ديرها هكا مينطا وشي مينطا صوتي تتفرج سقي لي يا حبيبه عويناتك. وحتى الا كنتي بغيتي تفرشي ها نتوما هادي شحال تدير هاد 3200 بطبيعه الحال اكيد راه غادي يتفاهم معاكم حتى هي فن الوينات وفن هاي مهم اجو معايا نوريكم اجي هاد المطاط الاخرين شوفي لي هاد شوفي يا اختي هذا الشحال اللي كتحماق عليهم تيخليش ينعقل. ان شاء الله غادي نشارك معاكم شي تفريشه بالصفار ان شاء الله الا بقينا حيين. صراحه انا عمرني ما درت شي طلامط هكا نيت ولكن ان شاء الله غنشارك معاكم فحال هذا الشيء. انا عجبني الصفر تنحماق نهار اللي غندير التفريشه الصالون الكبير غنديرو بهذا اللون وبهذا الشكل. لا هذا زوين هذا تا هو بروكالا وعندها باش ريدوات اي حاجه بغيتوها كاينه. بالنسبه للاثمنه راه نتوما غادي تجيو غادي تعرفوا هذا غتعرفوا كل حاجه والثمن ديالها نتوما ريدوات صراحه زوينين. شوفي هذا بحال هاد الجيت قدير تنبغي ناكل. شوفي هذا شحال هادي الميدو 2630 درهم بحال تجي تقدي هنا طليمطات وخياطه وكل شيء. لا داك الشيء زوين تبارك الله يعني ريدوات هما فنين.
نوريهم لي على برا طيب طات نتوما هادو الموديلات اجي نوريكم هادو هادو هكا البيت الماكله ديال الماكله كاين هادو تما عجبوني زاني حيت فيهم هذاك اللوين واعر ياك هذا اون بيطاش هذوك البيت شوفوا اللوين اللي عاد حتى هو 3 بياس كلهم هادو 3 بياس نتوما وكاين هاد الشيء هذا انتوما الخياطه خياطه سيد بغي وصافي كاينين هادو هنايا على حساب اللي بغا هكا تفريشه ديال البيت بيت الماكله هما يا كاين انتوما ابتداء من 35 درهم وصافي هو راه جا هنايا في الشارع انتوما مقابل مع مول المعلم اللي كنا شاركنا معاكم ديك النهار وديك النهار وخاص مع الجزيره يعني اي واحد شيفو عندهم يسولي السباته الجزيره غادي يقول لكم جميله جميله خمسة. كبيره سباته جميله خمسة شوفوا هذا شحال تيبقى 50 درهم زوين وصافي وهادشي اللي كاين على برا ودابا الكوبيدات ديالي من بعد ما جينا قبيله من هكا من داك طليمطات اللي زوينين جيت خسي وطيبت هاد الطويجين ما نقولش ليكم شوفوا ليا كيشهي غير بطيبه وزويتينات وحويندات من طيشه هكا من فوق هذيك السيرفيس يبغى عندكم السي محمد يعني واحد الطويجين يا سلام سلم على هاد البرد والستاي ايوا يا ختي وما نقولش لكم ما نعاودش ليك ومرحبا بكم والف مرحبا ودابا يا حبيباتي الكبيدات هي زوينات غنشارك معاكم واحد الوصفه خطيره خطيره واعره ومجربه من عند ماماكم رشيده اللي غتخلي لكم فيم ديالكم غزال 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 فحالكم ايوا صافي دابا غادي نحيدو غير هاد العشيوه يا ختي ما نقولش ليك وصافي وهنا معاكم ودابا الكبيدات ديالي من بعد يا اختي مهمهم داك الطويجين ما نقولش ليكم يا سلام سلم كيجي بالبطاطا والزيتون عرفتوا مع هاد البرد تيبغي غير الطويجنات الصراحه ما نقولش ليكم جا كيحمق والله العظيم لا مذاقو باقي ليا فمي ما نقولش ليكم ايوا وصافي ودابا جيت بطلب ديال واحد المتتبعات اللي من شحال هادي وهما تيقولوا النور هكا ماما رشيده تشارك معنا الوصفه ديال هكا ديال التقشير هكا الفم اللي عندها شويه اللون هكا في الفم ديالها هكا تيكون مع هاد البرد وداكشي تيبداو التشققات تيبدا تيزرق وداكشي بغيت نقول لك حبيبه اول حاجه قبل من اي وصفه يكذب عليك الكذاب وهي شرب الماء يعني الماء 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 ماشي حيت صافي غير البرد ما تيبقاش بنادم تيعطش ينسى راسو لا هي فاش يوقع التشققات هما انا تيوقعوا ليا صراحه تنساو الماء هو الماء هو اهم حاجه لهنا للشعر اهم حاجه للبشره اهم حاجه لهنا التشققات الدرجه الاولى اللي قبل ما تعالجي شعرك تعالجي وجهك تعالجي التجاعيد تعالجي التشققات وهي شرب الماء شرب الماء بزاف راه بنادم تينسى منهم انا عندي بناتي ما نكذبش عليكم نور ودنيا تنساو شي حاجه سميتها الماء تقدر انا نقول لك دنيا النهار كله تقدر ما تشربش الماء ما تشربوش الا ما فكرتاش انا ما تشربوش نوره هي كذلك وميتها تنبقى نقول لهم شربوا شربوا هو اللي تيجعل التشققات تيجعل التجاعيد تساقط ديال الشعر تيجعل بزاف الحوايج شرب الماء وفي نفس الوقت يكون وصفات اللي زوينين اللي غنشاركهم معكم ان شاء الله من بعد ومن ضمن الوصفه اللي زوينه للفم لهاد التشققات وداك اللي تيكون هكا عنده داك الزرقيه هنايا وهادشي
العلاج ديالها عندنا ساهل ماهل، شي حاجه ب 10 دراهم غادي تمشي تاخذها حبيبه من فارماسيان، شي حاجه اللي واعره واللي هي بوماده صفراء كتشاركتها معكم شحال هذه، ودابا غنشاركها معكم لسه طلاق هي بزاف د الحوايج تطلاق اليوم هذه ديال العينين ماشي الاخرى. كاينه هذه ب 10 دراهم، كانت غير ب 5 دراهم ولات دابا ب 10 دراهم، كاينه اخرى قالت دير شي 13 درهم. المهم ها هي نتوما باش تعرفوني انا تنديرها. هذه حبيبه غدا تنفعك بزاف بزاف بزاف، هذوك الزروقيه اللي تتكون هنايا فهذوك التشققات ديال هنا غدا تنفعك بزاف بزاف، وغدا ديرها غير مده ديال يومين ثلاث ايام غدا تبان لك النتيجه اللي مبهره صراحه. هذوك الزروقيه تتبدا تنقص ماشي تتحيد، ما نقولش لك غدا تحيد ليك مع الدوام ايه. مهم الا عندك هنا التشققات غادي تحيدهم لك، حتى انايا عندي غادي تحيدهم لك انا، داكشي علاش انا ما درتهاش في اليومين، بغيت نوريكم عاد باش غادي نديرها، غادي تنفعكم غادي تنفعكم. عاوتاني فرطوا بيا غادي يعودوا هكا قنانفك، غادي يعودوا رطبين بزاف بزاف، وهذيك الزروقيه مع الدوام غادي تحيد. والطريقه سهله، من الليل لليل غادي تغسلي هكا الفم ديالك، غادي تاخذي لي واحد شويه في الاول شويه بحال هكا، غادي ديري هكا يعني الطبقه الاولى غديرها بحال هكا، غتزيدي الطبقه الثانيه ماشي وحده لا، غديريها زوج المرات على الفم ديالك هكا. ملي غادي تبغي تنعسي غادي تكوني كملتي بروسيتي هكا سنانك صافي، غادي تدخلي الفراش ديالك غادي ديري الطبقه الاولى وغادي تعاودي الطبقه الثانيه. المهم على هذا الشكل حتى تحسوا بها يعني وحده ورا وحده، تتحسي فمك ولا تقين. هادي غادا ديريها وغادا تنعسي، غادا تفيقي في الصباح بطبيعه الحال، غادا تغسلي هكا وجهك قبل هي، غادي تاخدي واحد القطيان بحال هكا وغادي تدوزي وغادي تحيديها كلها من فمك، وغادا تغسلي وغادي ديري بطبيعه الحال داكشي اللي تديري يعني عادي وتستعملي نتيا. هادي غديرها مده ديال 3 ايام 4 ايام غادا تشوفي بانها تشققات هما اللي عندي، غادا تشوفيهم ما غاديش يبقاو نهائيا، ما غاديش يبقاو لك يومين ثلاث ايام، غتحسي فمك ولا كل رطب، وهذيك الزروقيه اللي عندك فمك مع الوقت مع ثلاث ايام ربع ايام سمانه غادي تبان لك النتيجه بان فمك تيبدا يرجع لك اللون ديالو الاصلي. وهذه بطبيعه الحال على ضمانه ماماكم رشيده يعني عن تجربه، انا هذه غنستعمل بزاف ديال الحوايج اللي عندها فوائد كثيره كثيره صراحه، غير لا هكايا فنيفك بحال هكا مع دابا هاد الصات يطرطق الحبوب، الا كان طرطق لك شي حبيبات هنايا فنيفك وداكشي تتاخذي عاوتاني شويه وتدوز على نيفك من الداخل من هنا ومن هنا نهار يومين ما تتبقى فيك حتى شي حاجه يعني غزال بزاف بزاف. هادي حبيبي كل حبيبو، كانت هادي هي وصفتي لهاد الفيديو اللي بغيت نعطيها هكا المتتبعات اللي طلبوا من نوره اللي قالت لها عافاك عافاك شي حاجه اللي تتحيي الزوقيه وتتحيي التشققات. بغيت نقول لك هذه حبيبه غزاله، الطبقه الاولى والطبقه الثانيه يومين ثلاث ايام ما غتبقى فيك حتى شي حاجه، وغتقولي فعلا ماما رشيده كلامها على حق، وهي راه زوينه بزاف بزاف زوينه حتى للوجه، واخا هما تيقولك لا عندها شي تاثيرات، ما عندها حتى شي تاثيرات. الا درتها كان وجهك هكا مقشر، نيفك من هنا مقشر، هنايا اي بلاصه عندك مقشره ليك تديرها غير هي من بعد ما تغسلي وجهك، وفي الليل من الاحسن تتكوني صافي بغيتي تنعسي عاد باش تستعمليها وصافي. وكانت هادو هما الحويجات اللي هكا شاركنا معاكم بالنسبه لدوك الطليمطات غزالين بزاف بزاف. والمتتبعه اللي طلبات نوره بغيت نقول لك حبيبه الله يفكك على خير، قالت قريبه تولد وبغيت الطليمطات اللي هكا توجدهم للنفاس ديالها، بغيت نقول لك الله يكمل عليك بالخير وتولدي ان شاء الله اللي غادي يفرحك واللي غادي يساعدك في حياتك وصافي. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد كيف العاده، تنبغيوكم وتنموتوا عليكم وتنحماقوا عليكم وتنتمناكم كاملين 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 ما تبخلوش علينا بالتعاليق الزوينين ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايكات، وما تبخلوش علينا اللي باقي ما تابوناش يتابونا باش يوصلوا كل جديد. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد كيف العاده، وانتم كاملين 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 كاينين هنا.
يلا باي باي، نتلاقاو ان شاء الله بالوجبات كالعاده.